ودخل إبراهيم المعبد ومعه فأسه، ورأى الطعام الذي داخل المعبد. ونظر إلى الأصنام مستهزئاً بهم، وقال لهم وهو يشير إلى الطعام: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ ونظر إلى الأصنام مستهزئاً بهم، ثم نزل عليهم ضرباً باليمين وبدأ في تكسير الأصنام صنماً وراء صنم. أجمل هذا اليوم في حضور ملكنا النمرود ورعاية إلهنا مرموخ إله الآلهة. إن الملك النمرود قلما يحضر بنفسه أعيادا أو احتفالات، إنه تبدو عليه السعادة. أيها العبيد، يا شعبي، إنه أنا ملككم النمرود، أمركم أن تحتفلوا وتفرحوا وتشربوا وتأكلوا، أجل فأنتم في حمايتي ما دامت السماوات والأرض. نعم، وآلهتنا ترعانا وتثبتنا وتحمينا. هيا اذبحوا العجول والخراف قربانا لها. هيا هيا هيا.
حطم إبراهيم الأصنام كلها، وبعد أن أنهى إبراهيم مهمته علق الفأس على كتف كبير الأصنام، تركه ليجادلهم حوله بعد ذلك. فهذه هي فطنة الأنبياء ووحي السماء. وخرج من المعبد. بالك يا آزر، أراك شارد الفكر. إبراهيم، دعهما سارة زوجتي ومعهم لوط، فهما أقرب إليه من والديه، فهو لم يعش مع والديه وإنما عاش مع إبراهيم وسارة وملأ حياتهما بهجة. إبراهيم يريد أشياء ستقلب موازين البلاد رأسا على عقب.